أولاً صححت مع النادي الإفريقي عقد لمدة 5 سنوات، فرحان بالتجربة هذه، وإن شاء الله النادي جمهور الإفريقي يكون فرحان باللي أنا جيت النادي الإفريقي، ونحاول نقدم الإضافة إن شاء الله مع 3 حراس عندهم خبرة كما أيمن بلبولي وعاطف وسيف، وإن شاء الله نفرحوا جمهور النادي الإفريقي. فرحان بالمنافسة هذه خاطر باش نتعلم منها برش، باش تعطيني برش حاجات كانت ما عنديش في الترجي هذا الجرجيسي، وعلى المستقبل إن شاء الله مع النادي الإفريقي عايش. إن شاء الله نفرحوا جمهور النادي الإفريقي، جمهور كبير برشا كما تعرف موجود في تونس وفي العالم، برشا جمهور يحب النادي الإفريقي، فرحان إني شنكون في النادي هذه.